تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها وأن تكون هي الوسيط بين الطلبة وبنخل. يعني أي طالب عبر الرغبة تاعو في الانتقال في استكمال مساره الدراسي في أي دولة ترحب به، وهي تكلف بنقل تسجيل هاد الطلبة ونقل الملفات تاعهم من الجامعات الأوكرانية إلى هاد الجامعات. لكن لم يتأتى ذلك. يعني احنا بالإضافة كنا تنطالبوا يعني الولوج تاعنا الجامعات العمومية، ولكن هذا لا يمنع بعد أن استعصى عن الوزارة بمفهومها هي استعصى عليها إيجاد حل. احنا كنا تنطالبوا لما لا تبحث النتائج لحلول أخرى. احنا مستعدين نأديو كآباء وكأمهات والطلبة، طلبة العائدين من أوكرانيا قصرا. لحد الساعة الملف تحت الطلبة لا زال يراوح مكانه ما دامت أن الحرب قائمة بل في تصعيد، وأن الدراسة عن بعد حاليا يمكن أن تتوقف في أي وقت من الأوقات. وبالتالي ما زال المطلب تاعنا الأساسي والرئيسي هو إدماج تحت الطلبة في الجامعات والمعاهد العمومية على الصعيد الوطني. مع احنا من فاتحين تاع التعليم الخصوصي ماشي مشكل، ولكن التعليم الخصوصي في حدود ما نؤديه للجامعات والمعاهد في أوكرانيا. أقصى ما يمكن نؤديه هو 50,000 درهم، بل أن هناك بعض الجامعات بل التكلفة تاعها تصل إلى 30,000 درهم. يعني الملف ما زال يراوح مكانه. التعليم الخصوصي الذي أحالنا السيد وزير التعليم العالي عليه حاليا بهذيك النسبة اللي مشات ضعيفة جدا للطلبة اللي قبلوا على التعليم الخصوصي، لأنهم كلهم كانوا أمل بعد أن رجعوا إلى المغرب، كانوا كلهم أمل في إدماجهم في الجامعات على الصعيد الوطني العمومية. لكن إذا في حال ما تمش ذلك داروا فيزا ترانزيت ورجعوا. وحاليا الطلبة اللي نجحوا في هذه الجامعات الخصوصية التي نرفضها حاليا ما زال تايهين مع الوثائق، ومجموعة من الوثائق يطلبوها منهم، وهذه الوثائق لا يمكن للطالب أن يجلبها وحده، بل مفروض أن على الوزارة الوصية أن تتدخل لهذه الطلبة في جلب هذه الوثائق التي تطلبها منهم الجامعات والمعاهد الخصوصية في الصعيد الوطني. بالنسبة لي شاركت في هذه المباراة الخصوصية هي 393 الطلبة اللي تدرسوا في أوكرانيا 12,000. يعني الناس اللي قبلوا على هذا التعليم الخصوصي هي نسبة ضئيلة وضئيلة جدا، والطلبة اللي نجحوا اللي مروا في هذه المباراة اللي نعتبرها إقصائية هما طلبة قلال. مثلا في الطب العام سجلوا 160 نازوا منهم 34. في الدونتير تسجلوا 150 دازوا منهم 79. في الصيدلة 80 دازوا منهم 10. في المهندسين دازوا 37. بعض الشعاب غير على الانتقاء وما دازوش بهذيك النسب، ما دازوش حتى شي واحد. الطوبوغرافي الهندسة المدنية وهندسة الطيران إلى آخره. بل ان الطوبوغراف فيها 3 طلبة وباقي الان ما اعلنوش على النتائج تاعهم. يعني هذه الحلول المقترحه من طرف الوزاره الوصيه حلول لا ترقى الى تطلعات والطلبه العائدين من اوكرانيا امهات تاعهم والاباء تاعهم. وشكرا. محمد خوخشاني اب لطالب في السنه الرابعه طب عام، فاجاته الحرب خلال السنة يعني الثالثة، ولكن عن طريق التعليم عن بعد الدراسة عن بعد تمكن من الولوج السنة الرابعة. حاليا راه في السنة الرابعة، لكن غير متواجد بالمغرب، متواجد بأوروبا، أوروبا وبالضبط في هولندا. الرغبة ديالنا وما ننتظره من المسؤولين في بلادنا والمقررين في بلادنا وهو يعيروا لهذا الملف واحد العناية خاصة نظرا لأهميته بالنسبة للبلد ديالنا، الوطن ديالنا. المواطنين ديالنا كيشتكيوا مثلا من النقص
في الهيئات والأطر الطبية. كذلك صاحب الجلالة فتح واحد الورش نتاع التغطية العامة وتعميمها على سائر المواطنين، وهذا الورش هذا بوحده كيتطلب واحد العدد كبير نتاع الأطر. إذن كان واحد الوقت ربما كيفكر تفكر بلادنا باش تستورد أطباء من خارج الوطن. إذن جات هذا كما سميتها قبيلة غنيمة الحرب، بغنيمة الحرب بهالطلبة المغاربة، فرصة ثمينة بالنسبة للبلاد باش تعطيهم عناية خاصة، وإلا اقتضى الأمر الظروف ديالهم كتطلب باش يكونوهم في اللغة الفرنسية أكثر باش يقدروا يسايروا الدراسة، لا بأس. احنا مستعدين كآباء باش نأديو داكشي اللي كنا كنأديوه في أوكرانيا نأديوه بلادنا. احنا بغينا الدولة ديالنا دير واحد الصنف نظرا لهذه الوضعية، دير واحد المنزلة، تخلق واحد المنزلة بين المنزلتين. ما باغينش ما يمكنش نكونوا في القطاع العمومي تماما، وما يمكنش نكونوا في القطاع الخصوصي. إذن يتخلق واحد المنزلة اللي يكونوا فيها هالطلبة اللي هما كيعيشوا هذا الوضع الخاص، ويؤديوا للدولة هذه المرة ماشي للقطاع الخاص ما يمكن الدولة من اشتراء التجهيزات الضرورية في التخصصات المتعددة، لا المهندسين ولا الأطباء البيطريين ولا الطب العام ولا طب الأسنان ولا الصيادلة. إذن أملنا هو يكون هذا الحل تهتدي له الدولة ديالنا، وبالتالي غادي نكونوا ضربنا عصفور حجر عصفورين بحجر واحد، وغادي يستفد بها الوطن والمواطنين. السلام عليكم. عبد الفتاح الخياط، أب لطالب من أوكرانيا. كما تعلمون جاءت هذه الندوة الصحفية من أجل تنوير الرأي العام فيما يخص بالطلبة الأوكرانية الذي لا زال يراوح مكانه، حيث أنه لحد الآن ليس هناك يعني قرار جدي من طرف الوزارة المسؤولة في إيجاد الحل يعني المناسب لهؤلاء الطلبة، وذلك لإدماجهم في القطاع العمومي. اللهم بعد الحلول الترقيعية منها إجراء مباراة في القطاع الخاص، وعدم تحديد يعني المقاعد المخصصة. وبطبيعة الحال النتائج كانت يعني رسالة واضحة اللي كتبين بأنه قرار يعني كان يعني أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قرار فاشل، ولذلك نحن حاولنا أن نرص الصفوف من أجل تنظيم هذه الندوة لإبلاغ الرأي العام بأنه يعني ليس هناك حل عملي واقعي لهؤلاء الطلبة. اللهم هناك بعد امور اللي خصنا نذكروا بها، هو ان الطلبه لحد الان يعني كيدرسوا عن بعد، وهذه الوسيله ربما راه اصبحت محفوفه لمجموعه من المخاطر، خصوصا على ان الساحه يعني الحاليه تعرف نوع من الضغوطات، نوع من الحرب اليومية التي تندر بالمخاطر عديدة، ونحن نتخوف يعني من هذا الأسلوب. لذلك نسائل يعني المسؤول اللي هو وزير التعليم العالي من أجل يعني إيجاد الحل المناسب لهؤلاء الطلبة، وذلك بإدماجهم في القطاع العمومي. هناك بعض الحلول، منها بعض المباريات التي أجريت لبعض التخصصات، منها مثلا معهد المغرب للزراعة والبيطرة، تقدم 3 طلبة وتم اجتياز الامتحان، علما بها أن هؤلاء الطلبة يختلفون من حيث المستويات، ولكن لحد الآن لم يعلن عن النتيجة. ونتساءل يعني لماذا هذا التأخير، وخصوصا على أن الطلبة يراودهم خوف كبير، يعني يبدو أن العدد قليل جدا، ومع ذلك لم يتم يعني الإعلان عن النتيجة. فمن خلال هذا الندوة نسائل السيد الوزير من أجل التدخل ووضع حد أو إعطاء صورة واضحة
من خلال القرار يعني ديال هذه المؤسسة التي لم تعلن حد الآن عن نتائج. حتى بالنسبة للقطاع الخاص، حتى الطلبة الذين اجتازوا الامتحان بتفوق، لحد الآن لم يتم يعني التعامل معهم بإدماجهم نظرا لبعض الضغوطات، منها سحب الوثائق من أوكرانيا. ونعلم أن مسألة سحب الوثائق فيها صعوبة كبيرة، خصوصا أنه لا يمكن للطالب على مستوى الشخصي أو الفردي أن يسحب وثائقه من أوكرانيا، كما تعلمون على أن الأمر يتعلق بمسؤولية كبيرة. ولذلك نحاول أو نطلب من السيد الوزير من أجل التدخل في هذا الباب وتحمل مسؤولية سحب الوثائق من وزارة التعليم العالية الأوكرانية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.